جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول فتاة عندنا تسلقت الجبال بأحضار الأعشاب للأبقار والأغنام، فسقطت وتوفيت بإذن الله تعالى، فقام أهلها بدفنها في ملابسها الذي كانت ترتديها، ولم يغسلوها ولم يكفنوها إلا في ملابسها، ويقولون إن مثل هذه شهيدة، فهل كانوا على صواب؟ ليسوا على صواب في هذا. الواجب أنها غسلت وكفنت وصلي عليها كسائر الجنائز، كسائر جنائز المسلمين. أما كونها شهيدة فنرجو لها ذلك، لأن من مات بحادث مفاجئ كالهدم والغرق والسقوط من مرتفع كحالة هذه المرأة، من مات بحادث مفاجئ من المسلمين فإنه ترجى له الشهادة، لكن لا يعامل معاملة شهداء المعركة. إنما عدم التغسيل والتكفين في الثياب وعدم الصلاة على جنائزهم إنما هذا خاص بشهداء المعارك في سبيل الله، المجاهدين في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله إذا قتلوا في المعركة فإنهم لا يغسلون ولا يكفنون بغير ثيابهم التي قتلوا فيها، وتبقى عليهم دماؤهم ولا يصلى عليهم، بل يدفنون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد، وذلك لأنهم شهداء عند الله، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فشهداء المعارك من المسلمين هم الذين يعاملون هذه المعاملة، يدفنون بدمائهم وثيابهم التي قتلوا فيها، ولا يغسلون ولا يصلى عليهم، لتبقى عليهم آثار الشهادة وآثار الجهاد في سبيل الله، لأنها آثار محبوبة، ويبعثهم الله يوم القيامة بصفتهم التي قتلوا عليها، يأتون بدمائهم لتشهد لهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو السر في عدم تغسيلهم وعدم تبديل ثيابهم. أما الشهداء في غير المعركة كشهداء الحوادث المفاجئة فهؤلاء شهداء في الآخرة، أما في الدنيا فيعاملون معاملة الجنائز.